قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط إعجاب للفيديو لتتوصل أنت بآخر الفيديوهات ولكي تدعمني وأستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. فرجة ممتعة. شباب المحمدية يخطف لاعب جديد من الوداد. تمكن فريق شباب المحمدية لكرة القدم من خطف سيف الدين بوهرة لاعب سريع واتزم من الوداد الرياضي الذي كان قريب من التعاقد معه في الميركاتو الصيف الحالي لتعويض إسماعيل الحداد المنتقل لفريق الخور القطري مقابل 1,800,000 سنتيم. ووقع سيف الدين بوهرة لاعب فريق سريع واتزم عقدا لأربع سنوات ليلتحق بباقي العناصر التي استقدمها شباب المحمدية لتعزيز صفوفه استعدادا للموسم الرياضي المقبل الذي سينطلق رسميا في الرابع من دجنبر القادم على غرار محمد مرابيط القادم من أولمبيك أسفي، محمد رحيم الذي انتهت إعارته من الوداد. وفي هذا الصدد سنت مجموعة من الجماهير المحبة لنادي الوداد الرياضي كرة القدم عبر مختلف الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انتقاداتها اللاذعة تجاه إدارة الوداد بسبب عدم انتدابها اللاعب سيف الدين بوهرة نجم فريق سريع واتزم خلال فترة الانتقالات الحالية. وعبر محبو الوداد عن استيائهم الكبير بسبب ضياع مسؤولي الوداد الرياضي لكرة القدم لموهبة كروية كبيرة فاز بها هشام أيتمنى رئيس شباب المحمدية الذي وقع له العقد المذكور. نهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.